السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أننا مقبلين في هذه الأيام على الشهر الفضيل شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، وجعلنا من عتقائه من النيران بإذن الله سبحانه وتعالى، نستذكر في هذا الشهر الفضيل مآثر الرجال تركوا تاريخ يكتب بماء الذهب. لكن في هذه العجالة البسيطة نستذكر بعض مناقبهم. ومن هؤلاء الرجال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، وما دار بين سعد وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند مرضه. تعالوا نستمع لأحداث هذه القصة. مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه مرض شديد، نام بالفراش وانقطع حتى عن الصلاة بالمسجد. سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والله سعد مريض. فراح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزور سعد بن أبي وقاص، وجلس عنده يواسيه ويقول له لا إن شاء الله أجر وعافية ولا يتخاف وإن شاء الله مشافة، الكلام الطيب. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقص الكلمة اللي يقولها بإذن الله بلسم. فقال له سيدنا سعد، يا سيدي يا رسول الله، أنا رجل ذو مال كثير، عنده مال من أثرياء سعد، كان من أثرياء مكة، وبالتالي يوم أنه هاجر المدينة جاب ثروته معه. أنا ذو مال كثير وليس لي من الأبناء سوى بنت واحدة، ما عنده غير بنته كليان، وأريد أن أتبرع بمالي، فنويت أن أتبرع بثلاثة أرباع المال. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، ما وافق الرسول أن يتبرع بثلاثة أرباع ماله. قال إذن النصف يا رسول الله. قال له لا. قال له إذن الثلث. قال له الثلث، والثلث كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، لدرجة أن العلماء خذوا أنه الربع أفضل، يعني اللي بده يتبرع بمال عنده مال الله سبحانه وتعالى معطيه مال كثير، وحب قبل أن لا راع الأمانة يأخذ أمانته يتبرع بربع ماله، ويخلي ثلاثة أرباع المال حق عياله، لأن يتركهم أغنياء يمنعهم من من أن يكونوا فقراء ويتعطون الناس. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير. وفعلا نفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد. وبعد ذلك تشافى سعد وتوفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش سعد بعده، وجاء عهد أبو بكر، وجاء عهد عمر، وبدأت الفتوحات تتوسع شرقا وغربا، وقاد سعد جيش واتجه إلى بلاد ما بين النهرين أو العراق، وفتح العراق بقيادة تحت قيادته، فتحت العراق، وكانت معركة أشهر معارك الإسلامية ضد الفرس اللي هي معركة القادسية، ويذكرونها لليوم الفرس معركة القادسية. وتزوج سيدنا سعد وأنجب من الأبناء والبنات، وعاش بعد حادثة مرضه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له 40 عام، وأنجب من الأبناء والبنات
19 ولد وتسع بنات، وترك ما شاء الله ذرية كبيرة بعد ما كان عنده بنت واحدة، وقال عندي أموال كثير أبي أتبرع فيه. ولكن حكمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هو إلا وحي يوحى، الله سبحانه وتعالى وحاله أن الرجل هذا يعيش يجي يضع عياله ويترك له أموال، يمكن لو أنه تبرع بثلاث أربع ماله ولا نص ماله كان تركهم فقراء. هذه القصة والحادثة حدثت ما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. حبيت أروي لكم إياها في هذا اليوم، أرجو أن تكون قد جازت لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.